هلو everybody، في فيديو جديد من مرمر عيون وعقول. طبعا كالعادة وحشتوني جدا جدا. النهاردة هعمل كذا حاجة عبارة عن هاند ميد بمكون واحد بس، ألا وهو الاسبونج أو السفنج. طبعا ده موجود في كل بيت وبنكون مش محتاجينه، ومعظم الوقت بتكون حاجة كده ايه جانبية. فأنا ابتكرت وطلعت منه أفكار كتير وحاجات ممكن تنفع، مش ممكن، ده أكيد هتنفع كل بنت. تابعوا معايا الفيديو.
كده انا خلصت 7 استخدامات وهم قدامنا بالشكل ده، وكل الحاجات اللي انا عملتها موجودة قدامنا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك، نعمل سبسكرايب، نفعل الجرس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع مرمر عيون وعقول. هتوحشوني. باي باي.